مدينة محمد بن راشد المكتوم، الحي الأول، رفاهية لن تجدها في أي مكان. بدأ الفارس القدير بتنظيم سباقات القدرة والتحمل في دبي منذ أواخر التسعينات، وشكل مجموعة من الفرسان أطلق عليها اسم فرسان الإمارات. رضاكم عن أداء فرسان الإمارات في التجربة الأخيرة؟ أنا راضي جدا، وإن شاء الله أنا ببشرون بالخير. أكثر شيء يشغل بالك طويل العمر قبل كأس العالم الخيول؟ شوف، هذا كل دعم من الإمارات بشكل عام ومن الشيخ محمد لهذه الرياضة لكأس العالم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يطول عمره، آمين، يدعم هذه الرياضة. كمنظر سباق أو كمنظر تنظيم البطولة هذه فيها كثير من النواقص، وفي نوع من التأخير من قبل اللجنة المنظمة، ما التزمت بتوفير جميع مرافق السباق قبل الوقت المحدد. I steam a lot of rice. Yeah. And I do vegetables. I've never used... What time was داخل؟ شاشة دبي ريسينج، وأينما يصل صوتي هذا وتصلكم الصورة من هنا من الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخير والمحبة لأهل الخير الكرام الذين يتابعون من الوطن الحبيب الإمارات العربية المتحدة، حيث التوقيت هناك هو 9 مساء. صباح الخير أو تحية الظهيرة لكل من يشاهدنا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التوقيت الآن هو 1:01. نرحب بالجميع من هنا من ترايون مدينة الخيل والطبيعة، من هنا حيث نقدم لكم أولى تغطياتنا وبرنامج أهل الخيل من هذه المدينة الواقعة في ولاية نورث كارولاينا، والتي حظيت بشرف استضافة الحدث الكبير والهام بطولة العالم لألعاب الفروسية، والتي ستنطلق هنا في هذا المكان بعد غد الثلاثاء بمشاركة 70 دولة ستتنافس في 8 رياضات، وستكون الأهم لنا على الإطلاق هي بطولة العالم لسباقات القدرة بقيادة الفارس الشاب سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. فرسان الإمارات بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد أمام المسؤولية. توقعات مستعدين ويناقشون منافسة قوية.
من قلب الحدث من عين المكان الذي سوف يستضيفه مونديال القدرة يوم الأربعاء المقبل بإذن الله تعالى. نطل عليكم مشاهدين الكرام مباشرة وعلى الهواء مباشرة من خلال برنامج أهل الخير. رحلتنا معكم بدأت من الآن وقبل 3 أيام من الحدث المرتقب الذي سيبحث فيه فرسان الإمارات بقيادة فزاع عن لقب جديد يضاف لسجلهم الحافل بالبطولات والمليء بالإنجازات. لمن لا يعرف فإن هذه البطولة بطولة العالم لألعاب الفروسية تقام كل 2 تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وهي أضخم وأهم بطولة لهذه الرياضة الجميلة، رياضة النبلاء والشجعان، تقام على سطح الكرة الأرضية حيث من المتوقع أن يتابعها أكثر من 500,000 مشاهد سواء هنا أو على شاشات التلفاز. عموما عندما يكون الحدث بهذه الأهمية والضخامة وعندما يأتي فرسان زايد الذين يشار إليهم الآن بالبنان دوليا وعالميا وما دمنا بصدد رياضة القدرة فلا بد لنا أن نبدأ رحلتنا معكم بالحديث عن الرجل الذي أسس لهذه الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الوطن العربي الكبير، الفارس الذي درب فرسانه وشجعهم وعلمهم وقادهم بنفسه في الميدان إلى منصات التتويج العالمية. إنه سيدي فارس العرب، عاشق العاديات، الأب الروحي والداعم الأول لسباقات القدرة والتحمل، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله ورعاه. خلك إيجابي دائما لأن المخاطر موجودة والتحديات دائما موجودة، ولكن اللي بيوصل يوصل. من بين ملايين البشر خصه الله عز وجل بالعديد من المواهب وبأحمد الصفات، فهو القائد الفذ الذي يشغل كل تفكيره الوصول ببلده وبشعبه إلى أرقى المراتب وأعلى الدرجات، وهو صاحب الرؤية الذي يرى ما لا يراه الآخرون ويسبق عصره بسنوات وسنوات. من أبرز طباعه عشق التحدي وحب التميز، والرقم 1 في قاموسه ليس مجرد شعار بل أسلوب حياة. منذ نعومة أظافره غرس فيه الخالق حب العاديات، فسار الدم يجري في عروقه ويغذيه بالنبل والشرف والشجاعة والإقدام. إنه فارس العرب، فارس الفرسان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذا الرجل الذي أدرك جمال وقيمة وذكاء الخيل، هذه المخلوقات التي كرمها الله تعالى وذكرها في كتابه الشريف، فمنحها من وقته واهتمامه وصار أشهر من النار على علم في عالم سباقات الخيل العالمية، ومن أكبر ملاكها الذين يشار إليهم بالبنان. رؤيته الثاقبة وإيمانه الراسخ بارتباط هذه المخلوقات الجميلة بالأصول العربية دفعته للتفكير في إحياء تراث الآباء والأجداد الذين كانوا يتسابقون قديما بخيولهم في البوادي كرمز للشجاعة والقوة والفخر، فقرر عدم الاكتفاء بالسباقات الكلاسيكية وسباقات الفلات ريس في الميادين، وخرج بالعاديات إلى الصحراء والغابات عندما بدأ في التأسيس لسباقات القدرة والتحمل لعشرات الكيلومترات قبل أكثر من 20 عاما داخل الإمارات. نعم، فقد بدأ فارس العرب عملية التأسيس لهذه الرياضة النبيلة والتي تعتمد على مهارة الفارس وقوة وتحمل الخيل من نقطة الصفر، لكن من نهض بدبي في 10 سنوات
وجعلها نموذجا مبهرا للجميع في شتى المجالات. لقادر أن يصل برياضة القدرة إلى ما يرضي طموحه ويحقق فلسفة الرقم واحد إلى واقع ملموس يشهد له الجميع. بدأ الفارس القدير بتنظيم سباقات القدرة والتحمل في دبي منذ أواخر التسعينات، وشكل مجموعة من الفرسان أطلق عليها اسم فرسان الإمارات، وما هي سوى بضع سنوات حتى كان فارس العرب يغزو بفرسان الإمارات السباقات الأوروبية والعالمية ويحصد معهم البطولات الدولية لسباقات القدرة. ليس كداعم أو مؤسس أو قائد لهؤلاء الفرسان، بل كفارس خبير يمتطي جواده ويركض في أعتى وأصعب المسارات حتى توج بطلا للعالم لسباقات القدرة في يوستون بارك الإنجليزية عام 2012 وسط فخر وإعجاب العالم كله بهذا القائد والفارس الذي لا يرضى بغير المركز الأول في كل المجالات. الآن وبعد البداية من نقطة الصفر علينا أن نجيب على هذا السؤال الهام: أين وصلت رياضة سباقات القدرة في الإمارات بل وفي العالم بفضل فارس العرب المؤسس الذي صار هو الأب الروحي لها بشهادة الجميع؟ فرسان الإمارات تضاعفت أعدادهم وصاروا بالمئات وأصبحوا الرقم واحد على صعيد سباقات القدرة في العالم. وفزاع ولي العهد الأمين الذي شابه أباه يتوج مع إخوانه بالعديد والعديد من الألقاب الأوروبية والدولية. الإسطبلات الخاصة زادت، ومعها زاد عدد الممارسين لهذه الرياضة بين شباب الجيل الجديد. العنصر النسائي دخل إلى السباقات وأصبح لدينا فارسات متمكنات لا يشق لهن غبار. السباقات المحلية زادت وتقام على مدار العام. الجوائز التشجيعية صارت تقدر بالملايين وتدعم المشاركين. أصبح لدينا في سيح السلم أكبر وأجمل قرية دولية ذكية تحتضن سباقات القدرة المحلية والعالمية. انتشرت الرياضة في العاصمة أبوظبي وفي العين، وصارت الإسطبلات الخاصة بخيول القدرة موجودة في كل أرجاء الإمارات. عالميا وبخلاف الإنجازات التي حققناها والبطولات التي حصدناها، صارت مؤسسة ميدان هي الداعم الأول ماديا وإعلاميا للعديد من سباقات القدرة في استراليا والأوروغواي وإنجلترا وإيطاليا وفي كل مكان، البحرين والعديد من البلدان العربية ودول الخليج حذت حذو الإمارات، وصار لديها فرسان للقدرة يشاركون في السباقات المحلية والدولية. هذه هي الإجابة يا سادة، هل تريدون المزيد؟ هكذا أوصل الأب الروحي والمؤسس رياضة القدرة محليا وعالميا من الصفر إلى القمة في عدد من السنوات لا يتجاوز أصابع اليدين. أوصلها بفكره المتميز النير ورؤيته الثاقبة ودعمه المادي والمعنوي اللامحدود، بحضوره ومشاركته في السباقات، بخبرته وتوجيهاته للفرسان والمدربين، بالإسطبلات التي أنشأها ومنحها للملاك. شكرا براشد، شكرا من القلب من كل عشاق وممارسي رياضة الآباء والأجداد التي لولاك لما كانت ولما شاهدناها وصلت إلى ما هي عليه الآن. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها. وانغبت عنها
دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نتواصل في هذه الرحلة من برنامج أهل الخيل، وسنتحدث بكل تأكيد عن مواضيع كثيرة في هذه الحلقة، لكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي البرنامج وأعضاء البرنامج الدائمين في برنامج أهل الخيل. أبدأ بسلطان المرزوقي. بمايد حياك الله ومرحبا فيك في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في ولاية نورث كارولاينا، تحديدا أكثر في تراين. والناس المشاهدين على الشاشة، ونقولهم إن شاء الله أن يتابعونا، ومتابعتنا إن شاء الله تكون خفيفة، وإن شاء الله نقدر ننقلهم الصورة كاملة كأنهم عندنا بإذن الله. بإذن الله. أحمد الحمادي الحكم الدولي ممثلا لاتحاد الإمارات كذلك في بطولة العالم، سعيدين بوجودك معنا أبو علي وحياك الله. إحنا أسعد أبو سلطان وسعيدين متابعة المشاهدين إن شاء الله، وتكون متابعة طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. تابعنا قبل شوي مع المشاهدين الكرام تقرير تحدث عن الأب الروحي والمؤسس لهذه الرياضة، ليس فقط في الإمارات وفي الوطن العربي ولكن في العالم، هو الداعم الأول لهذه الرياضة في العالم، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. قد ما نتكلم عن هذا الرجل ما راح نوفي حق أبو مايد، لكن ما يصير نبدأ الحديث عن تغطيتنا لكأس العالم، عن بطولة بحجم بطولة العالم، قبل ما نتكلم أو نبدأ الحديث عن الشيخ محمد الله يحفظه. طبعا الله يحفظه ويطول في عمره. طبعا الشيخ محمد اليوم ما نقدر نقول هو بس داعم رياضة في دولة الإمارات، ولكن داعم رياضة في العالم كله، وتأكيدا الكلام هذا أن الرياضة هذه يعني قبل دعم الشيخ محمد اللي كانت لا شيء بالنسبة للاتحاد الدولي، واليوم هي كل شيء في الاتحاد الدولي بعد الله سبحانه وتعالى وفضل الشيخ محمد. الشيخ محمد اليوم دعمه موجود حتى في كأس العالم هذا اليوم، موجود دعم دولة الإمارات وبقوة، ومثل ما كان موجود قبلها في كأس العالم في سان مارين، في سلوفاكيا، وفي كل البطولات العالمية الكبيرة دعم الإمارات موجود، سواء الدعم المادي أو دعم معنوي. والدليل على هذا اليوم حضور كمي قناتين من دولة الإمارات حاضرين اليوم عشان يغطون سباق مثل هذا، هذا بروح دعم للسباق ودعم للرياضة نفسها. غير كذي عدد الحضور والمشاركين الإعلاميين اليوم لتغطية الحدث، حدث مثل هذا، فأعتقد أن هذا بعد دعم غير عادي. عدد الفريق المشارك، الكرو المشارك في البطولة هذه اليوم من إعلاميين ومن ضيوف شرف ومن فنيين، صراحة يعني كمية يعني لا يستطيع. نعم محمد الكفني، بس صوت التغيير ترى طالع عندنا على هو، فلو سمحت لو تبندون التغيير من عندكم عشان نعرف نتكلم مع الضيوف، فلو تسكرون التغيير من عندكم من الأوبي. أحمد الحمادي يتحدث معك عن الدعم، وما زلنا في هذا المحور، أتكلم بالجهود الكبيرة اللي قدمها الشيخ محمد لهذه الرياضة، جهود كبيرة على الجميع الله يطول عمره. نعم. ويحفظه، ومنها اليوم نحن موجودين في كأس العالم. هاي كنت بقولها بلا شك أبو سلطان، نحن موجودين، وجودنا اليوم هو بفضل دعم لا محدود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. دعم لا محدود بدأ خلال السنوات منذ بدايات سباقات القدرة، وهو اللي أوصلها للمستوى اللي إحنا فيه، سواء في بطولات العالم أو بطولات المحلية أو الدولية أو القارية بشكل عام. جميع الفرسان من خلال حواري معاهم، من خلال مناقشتي مع الفنيين اللي موجودين قابلتهم أمس، يعني الكل قاعد يشيد بالدعم اللامحدود لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهو الأب الروحي والكل، هذا شيء لا غبار عليه. جميع الفرسان من جميع الدول العالم يتفقون على هذا الشيء خارج ضغط المنافسة. يقول لي أمس أمريكي شفتك بالفريق الأمريكي، يقول أحمد إحنا يعني we are competitor، بكرة منكم منافسين، ولكن لا نختلف أنكم أنتوا والشيخ محمد، يقصد الشيخ محمد الله يحفظه، أنكم
وصلتونا لهذه المرحله. ومثل ما نشوف خلفنا اللي قاعد يصير هذا كله لولا دعم الشيخ محمد لهذه البطوله، البطوله لم تكن قائمه. رغم ان الامارات طلبتها في فتره من الفترات، الاتحاد الدولي كان عنده نظره ثانيه، ولكن دعم الشيخ محمد ليس فقط لدوله الامارات ولكن تنظيمه ايضا. هنا في النهايه هو محب للفروسيه، محب للقدره، محب للخير. صحيح. اذا نقدر محمد ناخذ لقطات للاعمال اللي قاعده تصير الان ونطلع المشاهدين اكثر عن المكان اللي نحن فيه في هذه القريه، في هذا المكان. انا ابغى اشوف البريفيو، ما قاعد اشوف البريفيو، فابغى اشوف اللقطه مع المتابعين. ما اعرف شو اللي مثل ما تشوفون الان اللقطه على الهواء، في تاخير، وتكلمنا مع محمد العضب بتشوفونه في لقاء قادم في البرنامج عن هذا الموضوع. هذه النقطة من 4 شهور كنا في الترايل، أو أكثر من 4 شهور في الترايل في ترايون، كانت الأمور غير واضحة بالنسبة للجنة المنظمة وكذلك الاتحاد الدولي. راح نفندها معاكم بكل تأكيد، وراح راح نشرحها بشكل أكبر للمشاهدين الكرام. أنا أبغى أشوف الصورة بس محمد، أبغى أشوف الصورة عندي في المونيتور، أبغى أشوف الصورة عندي في المونيتور عشان أعرف أتكلم فيها مع المحللين. سلطان، الوضع طبيعي تشوفه بالنسبة لتجهيزات القرية بأمانة؟ لا بصراحة لا، وأول مرة صادفنا يعني صادفنا موضوع مثل هذا، أن القرية ما تكون جاهزة، يعني ما تكون حتى 10% جاهزة قبل السباق بثلاث أيام، لكن على كلامهم منهم إن شاء الله بيكونون جاهزين، وإحنا نشوف تطور العمل وسير العمل، شركات كبيرة قاعدة تشتغل، لكن بعد إحنا ما براضين عن الأداء هذا ومستغربين الأداء هذا من الاتحاد الدولي، إنه كيف ممكن يعطي البطولة إلى دولة أو منظم قريته اصلا مو بجاهزه. لو كان الحدث هذا مستوي في الامارات واحنا ما كنا جاهزين، كانوا تكلموا بطريقه سلبيه جدا عن الامارات. يا سلطان، ان نحن من الامارات، وكل ما نقارن شيء نقارنه بالامارات وسيح السلام تحديدا، صار صعب المقارنه والله. ما في مقارنه صراحه، انا ما احنا ما نجامل، نقول الصدق. اليوم نتكلم عن امريكا، يعني نحن طالعين اليوم على الهواء وخلفنا في يعني افترض يكون منظر زين، الاكشن موجود، في اعمال صيانه، اعمال بناء موجوده، واشغال موجوده من الصبح. انت احمد كم كملت اليوم في القريه؟ تقريبا اسبوع، تقريبا اسبوع كملنا من اول ما جينا. طبعا كان الوضع سيء جدا، ما في اي شيء لغايه الحين. كان بعد الحفر شغالين، اليوم هدا الوضع بعد ما اكتمل. مفترض يكون الوضع افضل من هذا، مفترض يكون جاهز طبعا من الترايل شهر 4 لما كنتم موجودين. صحيح. مفترض في هذاك الوقت يكون جاهز. اعطيات البطوله مثل ما قال ابو مايد، ما نبي ندخل في سرد كيف اعطيات، ولكن الاتحاد الدولي لم ما ادى عمله باعطاء البطوله بصوره مناسبه. تخيل بسلطان، لو هذه البطوله لم يكن هناك دعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومؤسسه الميدان المتواجده، الوضع كان اسوء، الوضع كان اسوء لغايه الحين. هو طبعا بكره لازم يسلم الفيت جيت، هو اهم مكان للتواجد الخيل والفحص. اللي يشوف احمد بكره يتسلم الفيت جيت ولا لا؟ يتسلم، بس انت كيف المستوى اللي تسلمه؟ انت تتكلم عن مستوى بطوله العالم. لما تقول الامارات نحطيها مثلا نقول 10 من 10، هذا لغايه الحين ولا يوصل 3 من 10. ما ينسح يعني، ما اعرف، انا ما اعرف كل شوي ايجابيين وما يعني ما المشكله احمد مو بتدي، اسمح لي على المقاطعه، لكن الموضوع اليوم انت ما فوقت التسليم، انت هل جربت اللي بتسلمه هذا؟ هل سويت عليه سباق؟ جربته؟ ما هو الترايل ليش يسوونه؟ يصير الترايل عشان تجربة السباق فعلياً من الدول اللي راح تشارك بالسباق، تشارك بخيل بخيلين، تجرب كل شيء فيه، وأي انتقاد يتم تعديله على المستوى الفني، على المستوى التنظيمي بالضبط. لكن مش قرية كاملة. بومايد، مفترض ان السباق قبل السباق التجريبي المكان اقيم فيه سباقات سابقه، نعم، وبعدين تجريبي وبعدين بطوله العالم. صحيح. نحن زرنا المكان هاليومين وبنطلع المشاهدين معاكم في تقرير. بكل تاكيد نحن متواصلين معاكم من عين المكان مثل ما قلنا، من ارض الحدث. ما يفصلنا عن المونديال سوى 3 ايام فقط. اول امس كانت اول زياره لي لهذه القريه مع زميلي سالم بن حضيرم، اللي كان او اللي يقدم نفسه لاول مره في تغطيه سباقات الخيل والقدره. زرنا القريه، استطلعنا الاوضاع، الاستعدادات لاهم حدث على صعيد هذه الرياضه، وجدنا العمل يجري على قدم وساق، نعم، من قبل المنظمين، لكن كان السؤال مثل ما ذكرنا، متى ينجز هذا العمل ومتى نشاهد القريه بكامل تفاصيلها قبل انطلاق الحدث المهم والكبير في كأس العالم. نشوف الزيارة ونرجع نكمل.
أول زيارة لنا في هذا المكان اللي راح يستضيف منافسات بطولة العالم للفروسية. وللتوضيح أكثر راح نتعرف على المكان وعلى المنظمين وعلى الأشياء والفعاليات الموجودة مع بسعيد. بسعيد كيف الحال؟ بنعمة بسلطان. عاد بسعيد أنت متعود على دورة الركض. أي نعم. والهجن. أكيد. مركابة غير، الدورة غير، هني أجواء مختلفة. أجواء مختلفة والأرضية غير. هل الأرضية تكون مثل أرضية الهجن ولا أرضية تكون؟ هذه أشياء كثيرة راح نتعرف عليها أكثر، راح نقارن بعد. زين. ونعرف الناس أكثر، خاصة اللي ما يتابعون رياضة القدرة، نعرفهم أكثر ببعض الأشياء المختلفة عن رياضة الهجن. خلنا نسير المكان اللي بنطلع فيه على الهواء أول. زين. نشوف الاستوديو مالنا وين. مؤسسة مدينة ميدان. نعم. اللي هي الذراع اللوجستي والذراع الداعم لهذه الرياضة. نعم. مو بس في الإمارات، في العالم يجهزون أفضل شيء حق الفرسان. شو هذا أبو سلطان؟ هاي غرف النوم هني. في غرف نوم وفي مصلى وفي مطعم وفي ميلس وفي هذا المبنى لازم تاريخ 9/10 يخلص. الانطلاقة هني. الانطلاقة مني. ها؟ اي نعم. بو سلطان قل له متى تتوقعه يخلص ان شاء الله؟ هي سيد When it will finish. What do you think? يعني put in your mind. They're in your... trying to be finished on Sunday. Sunday. Sunday it will be... Three days. ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. إيه. باكر عندنا الجمعة يوم الأحد. الأحد قال لك. الجمعة سبعة. هذه الأمريكان ما يلعبون. قال لك كلامهم أوكي. سيدة إيه. Good. شوف هذا كل دعم من الإمارات بشكل عام ومن الشيخ محمد لهذه الرياضة ولكأس العالم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يطول عمره. آمين. يدعم هذه الرياضة، رياضة الخيل ورياضة الهجن ورياضة الطيور، كل الرياضات في دولة الإمارات. وباقي إن شاء الله بس نرجع إن شاء الله أن الكأس إلى دولة الإمارات. وإلى دانة دنيا دبي بيد سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. إن شاء الله يا رب. From UK. هذا الفريق الإنجليزي. وأنت؟ ها؟ الفريق البحرين. وهذا الحر اللي بسألك عنه. يعني انت الحين قمت تتعذر قبل الصباح؟ الناس ما تقول لي قبل. انا تقول لك حقي انا حر. الحين انت بتتعذر على... اي انا اتعذر. تقول لي الارضيه قويه وحر. الحين الغالي ما جايين نتعذر، احنا جايين ناخذ الكاس ونروح. هذا كلام ما يمشي. احنا نبي واحد شيء. شوف شقه جمع عليك. نبي واحد شيء. لا لا شو جايين احنا؟ نسوي مقابله؟ لا 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 لا. الغالي الحر ضارين علينا احنا وخيولنا ضاريه على الحر. الأمور طيبة كلها. بس أنتوا لا هذه مرة المرة. بس أنت يا منتخب البحرين السنة مسوين تجهيز ما شاء الله طيب، ومسوين معسكر ممتاز، سباقات طيبة، ومكتمين شوي، في تكتيم على الفريق صح ولا لا؟ لا والله أنا أوراقنا كلها مكشوفة. بالعكس والله أوراقنا مكشوفة أكثر من الفرق كلها. الخيل اللي بيشارك فيه الشيخ ناظر شو اسمه؟ بتوت. بتوت. إيه. وين أركض؟ أركض في كأس الشيخ محمد في دبي. إيه شارينا من هناك ورد أركض في سباق كأس السقراط. أوكي. وهي المركز الخامس. آخر مركاضة لوين كان في كأس السقراط؟ السقراط في فرنسا. إيه نعم. أوكي. وهي خامس. هي خامس. كاسم كاسم خيل
هل كان هذا أفضل خيار لكم ولا كان عندكم خيار لكن ما توفقتوا في تجهيزه؟ خليك واضح في الموضوع. أفضل خيار هو الحصان اللي قدمه لنا الشيخ محمد ورزام. رزام. أبيك تشرح حق أبو سعيد عن البيس اللي راح يكون في السباق، كم معدل السرعة اللي راح يكون في السباق؟ والله البيس أنا من سباق الشيخ حمدان الله يطول عمره يوم هني في الفري رايد مسوين 16 صح. أيوه يعني هذا الفرسان الإمارات اللي كم بتضيف عليه زيادة؟ لا ما أعتقد إنه أنتوا الشيء الزين اللي سوته الإمارات إنه جات واحتاجت هني. قالت ان هذا التركات مو تركات خيل صح وما تقدر تسابق في بطولة ما في سرعة ما في سرعة ايه. وانت اصلا بتكسر الخيل هاي نعم. شيء مو بزين حق الخيل صح فيقولون انه بدلوا التركات شيكت على كم على التركات ولا لا ما خلونا نشيك مو من حقك تشيك لا مو من حقك تشيك عندك التريننج تراك اليوم فاتحينه لنا بس كم مسافة 8 كيلو بس انت دائما متعاون معانا بس ما هاجمت المره لا اذا فزنا ولا فزتوا والله اللي يوم شفته تفائلت فيه والله يا ريال والله شيء من عند الله وان شاء الله ان شاء الله انه خبر طيب الله يوفقكم الله يوفقكم هذا مال وين هذا السويدي لكتيل لكتيل قول له لكتيل شو لك كثير ما اعرف شو طموح المنتخب العماني في كاس العالم والله احنا جايين مشاركين حالنا في حال الفرق الثانيه نعم للتنافس للمنافسه طبعا ان شاء الله تعالى أبغيك تكلمني بشكل عام حق المتابعين اللي ما عندهم خبرة كثيرة في الرياضة هذه المنتخب السلطاني والمنتخب العماني كيف جهز نفسه للبطولة هذه؟ والله احنا جاهزين يقولون مسوي معسكر قوي السنة وشاركتوا ايه؟ من السنة الماضية احنا جاهزين في فرنسا شاركنا في فرنسا عدة سباقات ما شاء الله شاركنا في ألمانيا نفس الشيء حلو وفي أسبانيا الله يحييك يا ناصر ودعوة لإخواننا في السلطنة يتابعون تغطيتنا عبر برنامج أهل الخيل وأخبار الفريق العماني عندنا بعد الأورغواي بسعيد من الدول المصدرة لخيل القدرة تحديدا خيل القدرة نعم من الدول المصدرة للخيل ومن تجربة بتكون منافسة قوية يعني هم مرشحين يعني في التوب بس بشكلون بعد يعني دور كبير في السباق هذا الكاب تم توزيعه في كأس سيدي سمو ولي العهد الشيخ حمدان الله يطول عمره في دبي هاي بطولة القدرة في دبي هذا طبعا علم الإمارات وهذه مؤسسة مدينة ميدان اللي مثل ما قلت لك تدعم هذه السباقات وشوف تعلق الناس بالإمارات وكيف دعم الإمارات الحمد لله هلا حاج ابو سلطان المحطة الأخيرة راح تكون يوم 13 إن شاء الله غير نعم. الشو اللي بيستوي والجامبينج هني تتويج بإذن الله منتخب الإمارات إن شاء الله أنه يتوج سيدي سمو الشيخ حمدان محمد فايز منتخب الإمارات بتيول هني ابو سعيد يا الله بنيول هني الغالي نعم من القرية ومنشآتها ومرافقها إلى مكان آخر في غاية الأهمية بهذه البطولة العالمية بالنسبة للفرسان المشاركين إنه مسار السباق والتراك
والمراحل الستة التي سيقطع من خلالها المشاركون في البطولة مسافة السباق البالغة 160 كيلومتر. أجرينا هذا اللقاء مع الأستاذ محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية والمسؤول الفني بميدان الذي يتابع كافة التفاصيل الفنية مع الاتحاد الدولي بكل تأكيد والمنظمين، وسألنا عن المسار والوعد الذي وعد به المنظمون في السباق التجريبي قبل أكثر من 4 شهور بإدخال كثير من التغييرات على المراحل بما يضمن سلامة الفرسان والخيل. نتابع اللي قال أبو عيسى ولنا تعقيب بكل تأكيد مع الزملاء في الاستوديو. الآن بنتكلم عن الأرضية. نعم. وكانت لكم ملاحظات وقدمتوها للجنة المنظمة لبطولة العالم. صحيح. شو صار عليها؟ تمت مخاطبة اللجنة المنظمة بملاحظات اللي شفناها في شهر 4 من بعد مشاركة فرسان الإمارات بقيادة سيدي سمو ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. وبناء عليه اللجنة المنظمة ارتأت أن بالفعل كانت في جوانب كثيرة تتعلق حتى ليس فقط بجانب المنافسة إنما بسلامة الخيل وسلامة الفرسان. يعني كان في مناطق إذا لا قدر الله صار أي حادث أو أي شيء على الخيل أو الفارس مستحيل وصول فرح داخل الغابات. أنت لما عندك مشكلة داخل غابة خيل تعور أو فارس تعور لا قدر الله، كيف بتوصل الله؟ كيف بتوصل سيارات الإسعاف؟ كيف بتوصل الإسعاف البشري أو سيارات إسعاف الخيل؟ فالحمد لله الفرق أو اللجنة المنظمة تحديدا أخذوا بها الملاحظات هذه وصار تغييرات في بعض محاور السباق. نحن من تقريبا من 3 أيام نجتمع يوميا الدول المشاركة في فئة القدرة أو سباق القدرة والتحمل يوميا عن اجتماعات. اجتماع الغد إن شاء الله تعالى بيكون فيه توضيح أكثر لعملية المراحل، لكن كتغيير نعم في تغيير بحكم تواصلنا مع اللجنة المنظمة تم إبلاغنا بهذا التغيير. نعم، التغييرات صارت للأفضل مثل ما أنتم تشوفونه ومثل ما البعثة الإماراتية تنظر لأنه المناسب إن شاء الله بيكون أنسب لفرسان الإمارات إن شاء الله. يعني الأرضية بتكون أفضل من الترايل، يعني اللي شارك في الترايل بيحس إنه مشاركته هذه أفضل كأرضية كتعامل مع الأرضية إن شاء الله. شوف أنا أكلمك الحين بعد التجهيزات مو بس في القدرة، في كل صحيح الإيفنت ما زالت شغالة. هالشيء يقلقكم شوي؟ طبعا كمنظر السباق أو كمنظر تنظيم البطولة هذه فيها كثير من النواقص وفي نوع من التأخير من قبل اللجنة المنظمة ما التزمت بتوفير جميع مرافق السباق قبل الوقت المحدد. فنحن نلاحظ حتى في القدرة حتى في المراحل حتى في منطقة الفحص البيطري للحين منطقة مو بجاهزة، فكل هذه لها تأثيرات بتكون أكيد. لكن أن نشوفه من اللجنة المنظمة من الاتحاد الدولي الفروسية أنه قاعدين يحاولون يضيقون الجاب هذا بحيث ان نوصل يوم الفحص ان شاء الله ويكون الامور كلها جاهزه لاقامه السباق. بتوجيهات طبعا من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم داعم القدره الاول في العالم وليس في الامارات، تقوم مؤسسه مدينه ميدان بدعم فريق الامارات وبعثه الامارات، ليست فقط فرسان وخيل، هناك بعثه اعلاميه، هناك عاملين كثر من كرو وغيره في البعثة. كلمني عن الدعم والتجهيزات اللي قدمتوها بشكل عام حتى هذا اليوم ومدى رضاكم عنها. طبعا مثل ما تفضلت أخوي هيثم، لكل تجهيزات لها عملية جوانب إدارية وجوانب مالية. صحيح. وهذا ما بيكون موجود إلا إذا كان في قامة مثل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه وتوجيهات وأوامر سمو ولي العهد سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لتسخير الإمكانيات هذه لمؤسسة مدينة ميدان لتقديم الخدمات هذه لفرسان دولة الإمارات العربية المتحدة وإظهار المشاركة هذه باللي قاعد نشوفوه اليوم. تم توفير الطائرات الخاصة، تم توفير مقر الإقامة، تم توفير المركبات، تم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لإظهار المشاركة الإماراتية بالصورة اللائقة اللي تليق بنا كفريق قوي جدا وحائز على العديد من البطولات ويعتبر رسميا هو اليوم حامل اللقب. صح. نحن كدولة الإمارات فوز 2014 لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هو حاليا متصدر الويق رسميا
لين البطوله هذه، وان شاء الله تعالى نستطيع نحافظ عليه باذن الله. متفائل ابو عيسى في السباق؟ ما تكلمنا عن السباق اياك. اكيد انا من اكثر الناس اللي متفائلين بكوني انا اشرف على العمل الميداني في البطوله الكبيره هذه، وان شاء الله تعالى نكون على قد الثقه هذه اللي اعطوني اياها اصحاب السمو الشيوخ، وان شاء الله نفرح شعب الامارات قريب باذن الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، استمعنا لحديث السيد محمد عيسى العظم حول نقاط كثيرة سنفندها بكل تأكيد مع سلطان المرزوقي وأحمد الحمادي. بروح لأحمد وبتكلم عن الأرضية وعن الوعود اللي كانت يعني معلنة مسبقا من قبل المنظمين للاتحاد الدولي بأن الأرضيات راح تكون جاهزة والمسارات راح تكون واضحة في المعالم قبل بطولة العالم. نحن اليوم قبل 3 أيام، كيف تشوف هذا الموضوع؟ طبعا شغالينهم مثل ما تكلمنا على قدم وساق، ولكن في تأخير كبير، عدم التزام بالأمور اللي قالوها. عملية من 4 شهور لغاية الحين الاتحاد الدولي ما كان ضاغط بصورة مناسبة إلا خلال الأسبوعين اللي فاتوا أمين سر الاتحاد الدولي حضرت موجودة هني معاهم. الفترات اللي طافت كان في تباطؤ، يعني الشغل بدأ متأخر. البدقيت مثل ما تشوفه وران لغاية الحين مش جاهز، والشغل تمبرولي قاعد يتركب مش شغل ثابت. يعني مثل ما نشوف الخيام ورانا كلها خيام مؤقتة جدا، وممكن أي هو يطيرها لغاية الحين، أو عوامل السيفتي لغاية الحين حسب ما أشوف اليوم هذا لم تأخذ بعين الاعتبار. المحاور مثل ما قال أبو عيسى أن تم تعديل محورين بعد ضغط من الفريق الإماراتي، يعني أساس لكي يتناسب مع الولفير اوف ذا هورس اللي تنادي فيه، ينادي في الاتحاد الدولي هي رأفة وسلامة الخيل. المسارين الثلاث مسارات الثانية لا، في صعوبات كثيرة موجودة. لو تسألني هل من الصح تعطي عطاء لهذا المكان، بقول لك لا. من الأساس أنا أتكلم، هل كان من الصح اختيار هذا الوقت تحديدا؟ بقول لك لا، لأن حرارة الجو. أنت تتكلم سلطاني هز راسي يقول لا بعد يوافق، يعني بعد تراني أخلص عشان يسرد. فحرارة الجو والوقت مش من صالح الخير. الخيل اللي نادي فيه الاتحاد الدولي دائما ولفير اوف ذا هورس أنا مش قادر أشوفه. بس في النهاية أقول لك عن 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 عائلة القدرة بشكل عام في العالم، هم عائلة أو نسميها الجلد، ويحبون التعب ويحبون المنافسة ويحبون القوة. فبالتالي رغم الظروف اللي موجودة طبعا هي بتساوي، ظروف هذه بتساوي على الجميع، على الجميع بعدهم بيحاولون يكملون. طيب ويشتغلون. نعم سلطان، سلامة الفرسان وسلامة الخيل، هل تشوف في ظروف هذا السباق في توقيت السباق مع أرضية السباق هل تتحقق هذه المعايير ولا لا؟ إلينا الحين هيثم لا، لعدة أسباب، منها اختيار الوقت الغير مناسب لإقامة البطولة في المكان الغير مناسب. يمكن الناس يقولوا سلطان بتشام، انا مو بتشام، لكن هذا وقت الامطار الموسميه في البلد هذه. الامطار الموسميه على الارضيه الطينيه فعوامل الانزلاق تكون عاليه جدا، ريسك يصير على الخيل ويصير على الفارس. وما اتكلم عن فرسان الامارات، اتكلم عن الفرسان ككل. اليوم ما حد شاحن خيله من اوروبا ومن اسيا ومن افريقيا ومن كل مكان في العالم عشان يوصل هني ويتم استبعاد خيله بسبب العرج، لان خيله زلق بسبه المطر وفي الوقت هذا لان الظروف طبيعيه وما يتحمل مسؤوليه لانه غير مناسبه. نعرفه ان اساس البطوله هاي، اساس البطوله هذه هي لكندا مش لامريكا. كندا اعتذرت عن البطوله لاسباب مالية. عدم دعم الحكومه. صحيح، بعدها انتقلت البطوله هاي على اساس انه ممكن تكون في سلوفاكيا، وسلوفاكيا وافقت على احتضان البطوله بسبب الامكانيات الموجوده عندها، وصار عندهم مشكله تم عدم اعطائها لسلوفاكيا لحقوق البث. صار عنده مشكله في حقوق البث ورفضوا يعطوهم اياها. وفي نفس الوقت كانت الامارات رفضوا، وما تسمح لي بس صار خلاف بينهم مين ياخذ حقوق البث، من ياخذ حقوق البث، فكل واحد مسك رايه. بالضبط، نعم. في حقوق البث كل واحد تمسك برايه. ان سلوفاكيا السلطان بالضبط على كل شيء، لان سلوفاكيا صار فيها كاس العالم وناجح كان 100%. صحيح صحيح. بعدها تم في نفس الوقت هذا كانت الامارات على الخط، وان الامارات قدمت انها تستضيف
البطولة هذه، تحتضن البطولة هذه وعندها الإمكانيات وهي قادرة عليها. ما يحتاج. ولكن تم تجاهل. تقول لهم بكرة. لو تقول بكرة. بالضبط. تم تجاهل الموضوع وكأن الإمارات ما قدمت الطلب هذا وتم إعطاء البطولة لأمريكا. حلو، حطها أمريكا، الوقت غير مناسب، المكان غير مناسب. يينا هني أمريكا نفس الشيء، الاتحاد الدولي له كرايتيريا خاصة، يعني له مواصفات ومعايير في إعطاء البطولة. هل المقاييس والمعايير هذه كانت موجودة في أمريكا؟ لا ما كانت موجودة، والدليل على هذا أن قرية ما في. يعني كيف انا اقدر اعطيك شغله وانت اوريدي ما تملك الـ طيب. الاساس لها. احمد في الترايل كان معدل السرعه تقريبا 16 وتذكر في السباق التحضيري. هذا المعدل مع المسارات الجديده في السباق، ولو ان بدري على الكلام هذا، لكن بشكل عام ممكن يزيد. المنافسه دائما تلعب، المنافسه صح، وبتلعب دور في في البطء في البدايه لغايه الواحد يستكشف خيله. انا مو متاكد اي مسار اللي هو تم تعديله، ولكن مسارين تم تعديلهم بما شوي في فلات ممكن طيب. تمشي الخيل السرعه، اقل سرعه بتكون 14 لغايه الحين. في دول كثير قاعده تطلب تقليل السرعه لان عارفين خيولهم ما بتقدر حتى على سرعه 14، ما بتقدر على الظروف اللي موجوده. هل الجو في شهر 4 نفس الجو الحين؟ هذه الامور نفسها تحسب حسابها. كانت الاجواء ابرد من شهر 9 حار، الجو حار، لكن في شهر 4 كان الجو ابرد جداً. كان الجو ابرد، يعني الجو هنا استوائي حتى تحس بالرطوبه. وعندهم اوريدي الحين الاعلان عن الـ عن الـ عن الـ الامطار اللي بتي الثلاث ايام الجايه ممكن على حسب ممكن امطار ونسبه 60%. يوم السباق الحين يتوقعون نفس الشيء بنسبه عاليه ان يكون في امطار ويكون في رياح، فما ادري هل هذا هذا يصمد قدام هذا الكلام سلطان. الامطار في الغابه بترفع درجه الرطوبه صحيح، اغلب الخيول في الغابه بتاثر على الخيل كثير، فهذا وضع عشان كذي طالبين تنقيص. تعرف شو يعني ان ينقصون السرعه؟ المينيمم السرعة في مينيمم سبيد، يعني انت ما تروح بس على الماكسيمم سبيد، ما في ماكسيمم سبيد، قد ما تقدر تسرع اسرع صح، لكن في مينيمم اذا قليت عنه انت مستبعد. فشي يصير الحين المينيمم كم المينيمم في البطولة؟ 14 ما يقدرون يجيبونها، اللي فاز في الترايل 16 صح، فكيف هني هذه 160 والمراحل مراحل اصعب. زين احمد، من خلال خبرتك في المواضيع والتعامل مع تنظيم بطولات العالم وشاركت في اكثر من بطولة عالم كحكم وكمنظم، هل ممكن انه يتغير هذا القرار في الايام الجايه من خلال الاجتماعات اللي تصير مع البعثات السرعه؟ نعم نعم نعم، في طلب اوريدي، وهذا الطلب من ما يقدرون من بعض الدول، بعض الدول الاوروبيه تحديدا. اللجنه المنظمه والاتحاد الدولي ما يقدر يغير في المرحله الحاليه، يقدرون يغيرونهم لما يستلمون السباق رئيس لجنه التحكيم والمندوب الفني يوم الفحص البيطري على ضوء الجو، على ضوء امور معينه معطيات معينه هو يقدر يغير. وما تم رفض الطلب ولكن بيدرس يوم الفحص. طيب على الجانب الاخر سلطان، تكلمت مع ابو عيسى ايضا عن الدعم اللي قدمته ميدان، دعم لوجستي كبير، دعم كامل من 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 خروج البعثه من دبي الى وصولها لامريكا. هيثم، انا لو ابى اوصف صراحه يعني الميدان شو سوت، اعتقد كذي انا احساسي هني ان كان ميدان هي اللي قاعده تنظم البطوله هاي بصراحه، ما بالله يعني في كل التفاصيل، في اقل التفاصيل تلقى ميدان موجوده بالستاف مالها، بالكرو مالها، بفنيينها، باداريينها، بمدراءها، موجودين متواجدين 24 ساعه لدرجه انهم ساكنين في القريه. القريه على سوءها وهم ساكنين فيها، والله تضحيه كبيره من 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 يعني المسؤولين والقائمين على على ميدان. ميدان اهتمت باقل التفاصيل حتى في 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 في, في مراحل الكواليفاير اللي صارت في أستونيا واللي صارت في صح. في 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 أستنبارك واللي في إيطاليا، هذا كله ترى كانت ميدان يعني قايم تبه إلى اليوم، وهي عشانها تسلم العمل هني، إن اليوم الاحتفال المفروض إن هني وإن شاء الله ويتوج شاء الله الشيخ حمدان بطل البطولة هاي بإذن الله. لكن صدقني يا هيثم، يعني أنا ما شفت في حياتي إن ناس تهتم بدقة التفاصيل مثل مؤسسة ميدان، يعني ما أبى أذكر، ولكن أشياء اللي ما تتخيلها هم 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 يعني انتبهوا لها وحرصوا عليها، سواء من نقل الخيل، من نقل الافراد والناس اللي موجوده هنا. نعم. الطواقم اللي موجوده بانواعها من اعلاميه، فنيه، بيطريه، فرسان، خيل، يعني شيء عمل يعني عمل دولي مش عمل عادي صراحه. مش عمل مؤسسه صغيره. احنا نتابع الان معاكم على الشاشه وتتابعون مشاهدينا الكرام لقطات وصول الطائره الخاصه التي اقلت البعثه الرسميه من دوله الامارات عبر بريطانيا ومن ثم الى الولايات المتحده الامريكيه بكل سلاسة. هذا الخبر على فكرة تناقلته أيضا وكالة رويتر العالمية قبل يومين، وعملية نقل الخيل الجبارة من الإمارات أو من الإمارات أو من أوروبا عن طريق طيران الإمارات. هذا عقد مع الاتحاد الدولي، هذا أيضا الدعم اللامحدود اللي قاعد طيران الإمارات قاعد ينقل بطولات الخيول، كل مش القدرة فقط، كل الخيول قاعد ينقلها
وكان تقرير جميل انا شفته، جميل جدا، يعطي الامكانيات اللي قاعد يقدم طيران الامارات في هذا المجال. يعني في تفاصيل يمكن بس اضيف جمله على ابو مايد، قال الدعم اللي قاعد يصير، يمكن لاننا قريب واحد من التيم اللي يشتغلون في شغلات ما بنعلن عنها، بس في شغلات التفاصيل الدقيقه اللي تكلم عنها انت عقب بطوله العالم الناس ينتبهون لها ويسوون كوبي عليها. صحيح، القريب والبعيد للعلم. يعني في شغلات تفاصيل، ادق التفاصيل، كل ليله عندنا اجتماعات طيب. معينه بحيث ان نمشي في هذه المواضيع. طيب حالي. نترك القريه والتراك، نذهب الى موضوع اخر مشاهدينا الكرام. مشوار الاستعداد الشاق والطويل مثل ما ذكر سلطان كان على الجميع من تقريبا شهر 4 بعد نهايه الترايل حتى هذا اليوم. مشوار الاستعداد كان طويلا جدا لهذا المونديال الامريكي في هذه الاثناء، المشوار الذي بدا قبل 4 أشهر من الان في الترايون، حيث اقيم السباق التجريبي لبطوله العالم وشارك فيه فرسان الامارات بقياده الفارس الشاب العائد بقوه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، لتستمر المحطات بعد ذلك على مدار اكثر من 120 يوم. الطريق لمونديال امريكا بدا من هنا من الترايون، ثم كانت وينزر الانجليزيه او البريطانيه هي المحطه الثانيه، حيث سباق القدره الملكي الذي يقام هناك كل عام. الطريق إلى مونديال القدرة بأمريكا بدأ من هنا من أرض الحدث بمنطقة ترايون الأمريكية الواقعة في ولاية نورث كارولاينا. فقبل أكثر من 4 أشهر قام الاتحاد الدولي في 28 أبريل الماضي سباقا تجريبيا لمن يرغب على نفس المسار الذي ستشهده بطولة العالم، حتى يتعرف الفرسان والمشاركون في البطولة على طبيعة التراك والأرضية والمراحل المختلفة. وبالطبع تعامل فرسان الإمارات بتوجيهات من الأب الروحي ومعلمهم الأول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع هذا الأمر بكل اهتمام وبكل جدية، وتوجهت بعثة ضخمة إلى بلاد العمسام يتقدمهم الفارس الهمام حمدان بن محمد بن راشد المكتوم قائد الفريق، وشاركوا في السباق التجريبي الذي بلغت مسافته 120 كيلومترا بعشرة فرسان دفعة واحدة. ورغم وعورة الأرض وصعوبة التضاريس الجغرافية ووجود العديد من الصعدات والعوائق المائية والطبيعية، فرض فزاع ورفاقه سيطرتهم على المراكز الأربعة الأولى، وردوا على كل من قال أن فرسان الإمارات لا تناسبهم هذه الأرضية والمراحل الوعرة. وكان الفوز بالطبع معنويا، لكنه أثبت أن الفريق يمكنه التعامل مع هذا المسار الصعب، بالإضافة إلى معرفة الخيول المناسبة لهذه الأرضية قبل وقت كاف من السباق المرتقب في سبتمبر. طويل العمر، اليوم بنسبة كم نعطي مؤشر لحظوظ فرسان الإمارات في كأس العالم بعد الأداء؟ طبعا أكيد في تغييرات راح تكون في الخيل ويمكن في الأسماء. أعتقد أن فرسان الإمارات شافوا الأسوأ من المراحل، أعتقد في تغييرات بتكون الأفضل، فكان هذا تجربة يعني طيبة أن مرينا بأسوأ المراحل. صحيح. طويل العمر، عندنا 4 شهور قبل كأس العالم، شو المطلوب من فريق الإمارات من بالنسبة للإعداد وجاهزية الخيل لكأس العالم؟ أعتقد مهم أن نختار الخيل، نوعية الخيل، لأن نوعية الخيل في الأراضي هاي مختلفة جدا، لازم نكون شوي يعني الخبرة يعني تأخذ دورها في اختيار الخيل.
ولأن الأب الروحي للقدرة قد غرس في نفوس كل فرسان الإمارات والمنتخبات التي تمثلها في سباقات القدرة العالمية والأوروبية عشق الرقم واحد، والذي أصبح هدفا معلنا قبل أي مشاركة خارج حدود الوطن. فقد كان التحدي الجديد هو الاستعداد بأقصى درجة لمونديال القدرة القادم في أمريكا، ولذلك فقد تحولت كل سباقات الموسم الأوروبي للقدرة إلى محطات لاستعداد فرسان الإمارات في المقام الأول قبل التفكير في الفوز بألقاب هذه السباقات الهامة. وبالفعل فقد بدأ الموسم الأوروبي بسباق وينزر الملكي في شهر مايو الماضي، والذي يقام للمرة السادسة تحت رعاية الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، وشهد كالمعتاد حضورا ملكيا رفيع المستوى، وتابعه عاشق العاديات الذي لم يغب عن أي نسخة كي يتابع فرسان الإمارات المشاركين فيه ويمنحهم التعليمات والتوجيهات التي تفيدهم وتصب في خطة الإعداد المكثفة والقوية لمونديال القدرة المرتقب. في هذا السباق ورغم فوز الفارس الشيخ ناصر بن حمد باللقب على صهوة جواده ديلوريكو كما توقع له فارس العرب قبل شهرين، إلا أن فرسان الإمارات لم يكونوا خارج المنافسة واحتلوا المراكز من الثاني إلى الرابع وبفارق بسيط جدا عن البطل المتوج. لكن الأهم هو أنهم اكتسبوا المزيد من اللياقة والخبرة وقاموا بتجريب العديد من خيولهم في مشوار الوصول إلى القائمة النهائية والمناسبة التي سوف تشارك في مونديال ترايون بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا السر ولا ما في وصف؟ لا شو راح يقول؟ اي نعم شفت ناصر لابس عادي. انا طعمك لان ابي اضمن يوصل لازم يلبس امزاج. طلع السر في اللون وما ادري كل شيء طعم. الله يطول عمرك. ناموس سهل للزين. الله يطول عمرك وسهل للزين. كأس العالم على الأبواب طويل العمر، رضاكم عن أداء فرسان الإمارات في التجربة الأخيرة؟ في أنا راضي جدا، وإن شاء الله نبي بشرون بالخير. شو تنصح الفرسان طويل العمر الأخيرة؟ شو تنصحهم قبل كأس العالم الفترة؟ شو تنصحهم حق كأس العالم الفترة يا باقي لهم 24؟ لا النصيحة بتكون بيني وبينهم وأنا أقدر أخبركم على الهواء. شكرا طويل. إذن كما تتابعون اللقطات المباشرة من ترايون تأتيكم عبر دبي ريسينج وبرنامجي أهل الخيل. إذن تابعنا وياكم مشاهدين الكرام التقرير الذي تحدث عن أولى محطات الإعداد لهذه البطولة بعد نهاية الترايل أو بعد نهاية السباق التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية. أبدأ الحوار معك من حيث ما تحدث فيه سيدي سمو الشيخ حمدان عن أكثر شيء فكر فيه الشيخ حمدان وسألته في اللقاء، قال أفكر في الخيل أكثر شيء. طبعاً نوعية الخيل ضرورية في ظروف جغرافية مثل هذه. نعم. المسارات أغلبها في أراضي مرتفعة، صعود ونزول، لفات يعني ضيقة، محتاج نوع خيل معين،
تحتاج خيول اللي هي تقدر على الأداء في المساحات الضيقة، في المرتفعات، في النزول، الميتابوليزم مالها يكون مختلف عن الخيل العادية. في السباقات اللي في الأراضي المنبسطة تبقى خيل كبير، خطوته كبيرة، يعطيك سرعات وسبيد أعلى. لكن هني ما محتاج الخيل هذه، لأن الكنترول عليها يعني جهاديها أكثر، والكنترول عليها أصعب في السباقات اللي مثل هذه. في شغلة بس أذكرها قبل لا أغفل عنها. بالنسبة للبطولة هاي، تعريف البطولة هذه، هذه بطولة العالم لألعاب الفروسية، هذا مش كأس عالم. صحيح. أيوة. فمن الناس، في الناس وايد اللي تراسل ثمان ألعاب الخاص. عندنا فعلًا. تكلمنا عنها في بداية أيوة. المقدمة إن هي ثمان ألعاب. فبطل البطولة هذه السابق هو الشيخ حمدان. فاليوم إحنا الشيخ حمدان جاي يحافظ على لقب. في نورماندي. في نورماندي أحسن. فبطولة العالم كانت في سلوفاكيا، وهي تقريبًا البطولة كل أربع سنوات مرة، مش كل سنتين مرة. أربع سنوات تستوي البطولة هذه، بعدها بسنتين تستوي كأس العالم، فيتبادلن بالتوالي كل سنتين مرة. قبل ما أروح عند أبو علي بس أريح شوي، لأن من بداية الحلقة شوية سيريس ونتكلم في هذا، بس أبغى أشرح حق الناس. جتني رسائل كثيرة في السناب، مطرشيني في الإنستغرام، ميثم صورة وراكم ضباب يا إخواني، ترى نحن جالسين في معقل الغبار يعني أشغال غبار عمال، هذا سندر راسي هذا اللي كل شوي يشيل الحديد ويروح، والله من الصبح نحن على هالقرقعه. فاسمحوا لنا اليوم انتم تشوفون خلفيه مو بجاهزه، ترى القريه بعد مثل ما قلنا نحن ما قاعدين نزيد في الكلام، لا بس قاعدين نعطيكم الصوت. تفضل روح شد الحديد روح، وبيركب على القبر الرمل اللي وراك هذا. هذا متى بيشتل؟ فيا جماعه اعذرونا اليوم، نحن في التلفزيون نقدم اللي نقدر عليه، في التقارير بتشوفون كل شيء حلو وجاهز، لكن في الاستديو اسمحوا لنا على امكانيات، هذا أفضل شيء نقدر نقدمه اليوم لكم على الهواء، وحاولنا قد ما نقدر نطلع بأفضل صورة عشان نقدم الحدث مثل ما قال سلطان، كأنكم أنتوا عايشين معانا وموجودين فيه. أحمد أنا سرت معاك وايد بطولات، وصرنا في بطولات كثيرة في أوروبا، حتى البطولات هذه الاحتكاك، أنا بتكلم عن الاحتكاك كحكم تفيد الحكام الترايل، لما كانت لجنة التحكيم موجودة والحكام الموجودين في كأس العالم اللي كان في أمريكا التحضيري، يفيد الحكام من ناحية الاحتكاك والتحضير؟ طبيعي، أساساً أي سباق بالذات السباقات الخارجية، يعني لما أتكلم عن حكم إماراتي دائماً متواجد فيه في الإمارات، لما يطلع يشوف أمور ومشاكل وتعامل مع شخصيات جديدة، تعامل مع شخصيات جديدة من حيث سواء كفرسان، كطبيعة أشخاص، طبيعة تعامل، لأن مثلاً لما أعطي محاضرات أنا للحكام الجدد، نعم، أول شيء أقولهم إياه أنت تحفظ القانون جميل، ولكن قبل القانون هي شخصيتك أنت، كيف تتعامل، كيف توصل المعلومة، كيف تتعامل مع الأشخاص، هي الشخصية، وهذا اللي اكتسبها من خلال تواجده في الأماكن هذه. أحد السباقات المهمة واللي شاركنا فيه بكل تأكيد، وحصريا برنامج أهل الخيل في تغطية تفاصيله بكل تأكيد، وهو أول سباق يشارك فيه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بعد مشاركته مباشرة في السباق التحضيري هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في إستونيا في الأسبوع الأول من يونيو الماضي، حظي برنامج أهل الخير كما ذكرت على هذا السبق وهذه التغطية. هذا السباق شارك فيه قائد منتخب الإمارات. نتابع التصريح المهم لسيدي سمو الشيخ حمدان بعد تأهله رسميا للمشاركة في هذا السباق، والتأهيل الرسمي بالنسبة للفرسان راح نتحدث عنه أكيد مع سلطان وأحمد بعد نهاية أو بعدما نتابع هذا التقرير. أهلا بكم يا أهل الخيل الكرام في إستونيا، هذه الدولة الواقعة في شمال أوروبا على بحر البلطيق، وكانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا قبل أن تحصل على الاستقلال وتنضم إلى الاتحاد الأوروبي وتبدأ مسيرتها الجديدة التي جعلتها من الدول الواعدة اقتصاديا وسياحيا. وقد يتساءل البعض لماذا نحن هنا، ونجيب بأننا فقط كبرنامج أهل الخيل جئنا إلى هنا لتغطية محطة هامة من المحطات التي خاضها فرسان الإمارات في مشوار الاستعداد للتحدي الجديد
مونديال القدرة الذي سيقام في بلاد العمسام بسبتمبر من العام الجاري. من إستونيا يبدأ السباق، ومن هنا نبدأ نحن الانطلاق. شو رأيك؟ أوكي؟ جاهز أنت؟ تروح. في الأسبوع الأول من يونيو الماضي وقبل 4 شهور من بطولة العالم، وصل فرسان الإمارات يتقدمهم الفارس الشاب حمدان بن محمد بن راشد المكتوم إلى العاصمة الإستونية تالن لخوض أحد السباقات التأهيلية التي تمنح الفرسان المزيد من اللياقة والخبرة وتسمح بتجريب المزيد من الخيول لاختيار الأفضل منها للمشاركة في المونديال الأمريكي ومساره الصعب ومراحله الوعرة، بالإضافة إلى التأهيل الرسمي لهذه البطولة الكبيرة. اختارت بعثة الإمارات أن تكون تالن عاصمة إستونيا، هي محطة من محطات إعداد فرسان الإمارات لكأس العالم. تالن عاصمة إستونيا تستحق الاستكشاف، تالن منطقة جميلة جدا رائعة، سنعيش تفاصيلها معكم، تعالوا. أشكرك. إيه. I am from where you guess. تركيا. No. دي دو دو دبي. Yeah. Yes. Dubai Racing. United Arab Emirates. Yes, we're from United Arab Emirates. Yeah, we flew by Emirates Airline. You flew by what? Emirates Airline. Emirates Airline. Hey. Emirates. Hey. Emirates. نبغى دعاية، أبغريد، أي شيء مسوي لكم. Yes. So, you like Estonia? Talent? Yes. Like yes. Talent? Yes. This one for what? This one? This is the company agent. Agent. If somebody lost. You make like that, huh? I'm lost. Okay. We are here to cover our preparation for horse racing. The horse racing will be in the World Cup in United States on September. Yeah, our riders will be here tomorrow and they will do a race, endurance race. You know endurance? You know endurance? Yes. Yeah. تحت حرارة صيف أوروبا الساخن هذا العام، توجهنا إلى القرية التي سوف تحتضن هذا السباق التأهيلي والذي سيشارك فيه نخبة من فرسان الإمارات المرشحين للانضمام إلى المنتخب الذي سيمثلنا في مونديال أمريكا، يتقدمهم فزاع القائد المحنك والفارس العائد بعد غياب دام 2 عن المشاركة في السباقات. ومع الوصول فوجئت بوجود تعليمات أن أقوم بالمشاركة في جزء من السباق كفارس وليس كمذيع، لأتعرض لموقف صعب على اعتبار أنها المرة الأولى التي سأقوم فيها بركوب الخيل، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مهارة ولياقة ومعرفة بعض الأساسيات، فكان ما كان. Horse is crazy or normal? Now they come the owner. He asked to Mr. Mohamed Issa. There are three options: professional level, Adi rider level,
0-0. He told me rodeo level. You know rodeo? What rodeo? He's sitting the bull and start this number one rodeo. لا يا ابوي لا لا نو كوبوي. قلنا له عط حصان يوم يا قلنا شو ليفل الحصان؟ قال مال روديرو مال كوبوي. قلنا له ابوي ابي اشتري بدو افتر كي تشينج بيجينر زيرو زيرو فور ماي سان. والله يس يس اي سوير يو سوير اي سوير فور ماي كيد. زين ابو عيسى علمني كيف انت الحين شو سويت؟ ها؟ زين كيف هاي كيف هاي؟ هاي وضعي شوف هاي وضعي الريل تحت ايوه يعني هاي سهلة بس هذا سوي وقف حط هاي ركابة شوف ال هاي هني ثبت تمشي خلاص ثبت على صدر هذا لازم هلمت؟ ليش يعني بطيح انا؟ لا عايز تلبسوني هلمت والله ما اركب والله ما اركب والله والله ما اركب والله 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 ما بركب احنا نركب انا وانت حبيبي بنركب انا وانت الحين واحنا هاي مهمه جديده واحنا بنتعلم وياك الله يخليك علمني علمني وانا بعلمك وانا والله العظيم اني طيب انت فيك خوف لو تشيل الخوف عنك في خوف بس الحين شويه خلاص خوف اظني فيك رعب صح هاي صح حق يوستن بارك ان شاء الله بكون جاهز ان شاء الله هي هذا جاهز 18/8 ان شاء الله جاهز ان شاء الله شوف وثقنا هاي اشكرك عوض هاي تصوير صح 18/8 احنا جاهزين ان شاء الله بنلبس صداريه وخوذه وهذا التيب كله بجه وصلنا ليوم مهم من أيام الإعداد لكأس العالم استونيا المحطة الخاصة بفرسان الإمارات واحد المحطات مثل ما ذكرنا اللي راح يستعدون فيها الفرسان لكأس العالم وهو سباق تأهيلي مهم ويقود فرسان الإمارات بكل تأكيد سيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم الفارس الذي يعول عليه الكثير في كأس العالم هذا قميص الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الذي سيشارك اليوم برقمه المعروف رقم 3 هذا رقم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه ويطول عمره هذا شرف الله يطول عمرك عطيتنا اياه لكن انت عودتنا طويل العمر إذا بندخل في شيء يانا نتميز فيه ولا نحن نجهز أعمارنا حق الياي إن شاء الله هاي البطاقة طال عمرك شرف وتشريف وتكليف وأنا وعدك إن شاء الله أني بشد حيلي بارح ركبت أنا الشيخ شفناك؟ شفتني؟ أي نعم يعني تعرف أنت الحين الحداثة والتواصل الاجتماعي التطور مو بس أنتوا عندكم لايف كل حد استوى عنده لايف صح؟
الله اكبر. شفناه البارح، شفناه يوم هو يرمس يقول حق الرجال اللي يقوده حادث عليه شوي بقى. هي قال ظهري عوري، انت ما تفهم ولا لا؟ صحيح والله. لا والله شاهد طيب العمر انا اتعالج عندكم، الله يجزاه خير في الجيم عند ميرو يسوي لي، قال انت عندك شويه ديسك المفروض ما تركب. هي ظلاوة شيخ، انا اول مره اشوفك قاعد تقول لي كلمه. لا 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 نحن علينا ان نفاجئ الجمهور بك. اه ايه كلام صحيح اللي تاورون الشيخ. الله يطول عمرك. قبل أن ينطلق السباق التأهيلي والتجريبي الذي سيخوضه فرسان الإمارات بقيادة فزاع في غابات ومزارع إستونيا، كانت لدينا العديد من الأسئلة والاستفسارات التي توجهنا بها إلى الفرسان والمدربين، والتي كان أبرزها ما مدى أهمية هذه السباقات في خطة الإعداد للمشاركة في السباق العود مونديال القدرة القادم بأمريكا. الركوب مع الشيخ حمدان شيء يعني الله شفت ما اقدر اوصل لك الكلام، اعبر لك الكلام ما اقدر. شعور حلو، شعور وايد حلو، هو يعطينا يعني طاقه ويحمسنا للركوب تعرف. سالم مستمتع في سباق استونيا؟ الحمد لله، انا نأهل الخيل ونشوف الخيل حق كاس العالم. شوف اسمه شيخ حمدان وجوده في الريس يسدك، ما بالك انت يوم هو يركب وياك. يا سلام. نعم. ليش متلثم من البعوض؟ اي والله يا اخي ذبحنا هناك. ذبحنا. جود الشيخ 10 من 10. يوم كان في الشيخ موجود 10 من 10. الحلو انك انت ما ضعت اليوم في الغابه. ها يفيدك هالسباق ان الحصان يسوي 160، يتعود على مسافه 160 على سرعات بطيئه، ويوم يرجع البلاد يكون يعني يكون عنده مايلج الحصان. هاي من الاسباب اللي احنا هني شفنا اليوم، ان نعرف خيلنا اذا هاي خيل حق بطوله عالم ولا وان شاء الله تجهيزها كله تجهيز، ان كان ريس صغير ولا عود كلهم يدخلنا في دائرة التجهيز، إن شاء الله نلتقى في قرب. بالطبع ليس مهما النتائج في مثل هذه التجارب التي تؤهل الخيل والفرسان للمشاركة في بطولة العالم، ليكون لدى المسؤولين عن المنتخب الذي سينال شرف تمثيل الدولة في المونديال الفرصة الأكبر في عملية الاختيار، لكن اللافت هنا كان هو اهتمام الإعلام الإستوني بفرسان الإمارات وبقائد الفريق فزاع الذي أجرى معه التلفزيون الإستوني لقاء مطولا حول السباق وبطولة العالم والعديد من الموضوعات الأخرى. أما ما قامت به العملاقة ميدان من تجهيزات وتوفير كافة السبل الفنية واللوجستية والتنظيمية وتهيئة كافة الأجواء كي تحقق هذه التجربة أهدافها المطلوبة في مشوار الإعداد لبطولة العالم بعد 4 أشهر. نحن فرساننا الحين عندهم أهم شيء التأهيل، إنه يوصلون لمرحلة الإليت. نعم. بعدين نقدر نختار الخيول اللي نبغاها. قبل 3 شهور من واقع خبرة طويل العمر، أنتوا كفرسان الإمارات وأنت كقائد لفريق الإمارات، كل كأس عالم دخلتوها كان الهدف البطولة. السنة هذه نفس الهدف، لكن في شيء غير أحس. شوف نحن نتعامل مع السباق نفسه ومع الأرض. أعطيك مثال، صياد السمك اللي يبقى شعري واللي يبقى هاموري يحط لي قرقور صح، بس اللي يبقى تشن عادي هالأشياء ثانية، أشياء ثانية. ف
مع ان البحر هو واحد. هنا نفس الشيء السباقات الناس تشوفها وحده، بس لكن انه كل ارضيه كل منطقه لها نوعيه من الخيول. نتكلم عن الارضيه في امريكا طويل العمر، انت اخذت التجربه بنفس الحصان اعتقد، هو نفس اللي نعم شاركت فيه في امريكا. هل بنشوف رد عملي على ارض الواقع ان فرسان الامارات لا يتعاملون فقط مع الاراضي المنبسطه، ولكن حتى في الاراضي الوعره نشوف اداء لفرسان الامارات؟ انا اعتقد ان كانت الارض وعره، و الناس او اللي منظمين اللجنه المنظمه تقول انها بتسهل الارضيه. نحن بالطبع ما ناخذ اي كلمه منهم، نحن لو هم يقولون بنسهل نحن نحط في بالنا ان المرحله اللي بنسيلها بتكون اصعب عن اللي شفناها، فنحط تارجت عالي عشان نوصل لنتيجه زينه. اكثر شيء يشغل بالك طويل العمر قبل كاس العالم انت كفارس سواء مع الفريق او مع المنتخبات الاخرى، حساباتك طويل العمر؟ الخيول. الخيول بس. نحتاج نختار خيل صح، اما الفرسان جاهزين. الخطوه الجايه قبل امريكا، عرفنا ان في اليت وانت واحد منهم طويل العمر في المقدمه كنت وخلصت الاليت الحمد لله، لكن هل في بالك خطوه ثانيه تسويها قبل كاس العالم؟ الحين تركيزنا على الخيول، تركيزنا بتكون على الخيل وتدريب الخيل بتكون طبعا مختلفه. ونحن اخذنا قرار من يوم رحنا امريكا، اخذنا قرار وان شاء الله انه يكون قرارنا يكون يعني سليم. اذا تسمح لي برجع بالذاكره معك قبل سنه وشوي من هذا اليوم، واول لقاء لي معك كان في مجال الخيل بحكم اني انا جديد على هذا المجال، قلت لي هذا مثل بحر ويوم بتسبح فيه صح بتصارع امواج صح، شيء مختلف عن كثير من الرياضات الفروسيه. شيخ حمدان محمد شو تعلم من هالفروسيه؟ شوف نحن خضنا مشوار كبير كبير من يوم عمرنا 4 سنين و5 سنين و6 سنين و7 سنين لين الحين. تغيرت عندنا المراحل، تغيرت عندنا الخيول، تغير عندنا التدريب، تغير عندنا الأكل، تغير عندنا المفهوم. ففي الفترة هذه تغيرت أشياء وايد، ولا زال في التغيير، لازم نكون نحن إلى الأفضل. فيعني لو تسألني الحين حمدان محمد هل أنت تدريباتك نفس العام؟ بقول لك لا غيرت. فلازم نغير، نحن نبحث للأفضل، و ودامنا واحد وراك اسمه محمد بن راشد إذا ما تغير تراه وراك وراك. فلازم أنك أنت تبحث الأفضل، ودائما هو يحثنا أنه وصلنا لمكان لا ما نوقف، لازم نوصل لمكان أفضل. في ضغط تحس طويل العمر شوي، التزاماتك زادت طويل العمر، مشاغل زادت، الامور تغيرت كثير بالنسبه لي سمو الشيخ حمدان محمد ولي عهد دبي. في وقت للخيل عند الشيخ حمدان مثل قبل؟ اعتقد ان في وقت، اذا نظمت الانسان، اذا نظم نفسه يقدر يحصل الوقت. طبعا الخيل لازم نعطيها وقتها، وهذه في دمنا ما نقدر نخليها. والخيل يعني مثل ما قلت لك يعني خاصه عند محمد بن راشد وعياله يعني في دمهم الخير. صحيح. أخيراً طويل العمر توعد جماهير الإمارات شعب الإمارات قبل كأس العالم؟ أوعدهم إن شاء الله أن نحقق نتيجة طيبة إن شاء الله بإذن الله. شو تقولون حق جمهور الإمارات اللي بيتابع أكيد هاي البطولة وينتظر إنجاز لدولة الإمارات؟ إن شاء الله الكأس الإمارات. شكرا. حظنا قوي إن شاء الله. يوم تشوف طال عمرك فريق الإمارات مركز على قيادة الشيخ محمد حمدان محمد يسير ويركب الخيل ويحاول يسافر من بلاد لين بلاد، عنده تارجت سوي. إن شاء الله كأس العالم عند فريق الإمارات إن شاء الله.
بإذن الله هذه الاستعدادات وهذه المحطات اللي خاضها فرسان الإمارات بقيادة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد، وهذا التعب كله والمجهود ما يروح إن شاء الله إلا ببطولة، إلا بإنجاز، والعودة للوطن ببطولة جديدة تضاف لرصيد كبير لفرسان الإمارات ولحامل اللقب سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ما زال فزاع يؤكد على نقطة مهمة سلطان، الخيل ونوعية الخيل، وتكلم عن البرامج اللي تتغير بين فترة وفترة. الشيخ حمدان يركب خيل من يوم هو صغير، وقال تتغير عندنا البرامج كثيرة، البرامج تتغير، برامج التحضير، طريقة التدريب. طبعا الموضوع هذا اللي نتكلم عنه الشيخ حمدان هو الشغل الشاغل لكل الناس اللي 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 اليوم والمدربين الموجودين في الرياضة هذه. ليش الإمارات بدأت أول ما بدينا كنا سرعات 12-13، اليوم سرعات 30، شو اللي وصلها؟ وصلها تغيير التدريب، تغيير الأكل، تغيير اللوبات، تغيير المفاهيم. أنت قبل تبدأ بمفهوم إن 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 هذا شيء يستوي، هذا ما يستوي، فبعد فترة تفاجأ إن لا، حتى هذا شيء يستوي. فتتغير المفاهيم، تتغير على أساس النتائج، تغير السرعات، تتغير اللوبات، تتغير. قبل لا يمكن الناس كانت تفكر إن إحنا ممكن نوصل مثلاً سرعة 27، تجاوزوها 28، كيف يوصلوا 30؟ زادوا عن 30. فإذا الموضوع اليوم ما يعني نو ليميت، دام إن الإرادة موجودة والأمل موجود والإمكانيات مسخرة، الهدف لابد يوصل. أحمد، بس نقطة فنية نوضحها حتى للمشاهدين بالنسبة للتأهيل الرسمي اللي سموه الشيخ حمدان، بأن سباق استونيا هو كان المؤهل رسمياً إليت مع الحصان لكأس العالم. طبعاً الفرسان ممكن يتأهلون بعدة أشكال، ولكن نادي دبي الفروسية ومؤسسة ميدان مثل ما تكلمنا قبل شوي لم يتركوا شيء للمفاجآت، يعني فبقيادة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد كان في برنامج إعداد على أساس جميع فرسان الإمارات يتحولون إليت. الإليت يعني عنده 10 سباقات 160، فبالتالي ما يحتاج يكون متأهل مع 10 سباقات، يكون عنده 10 سباقات ما مفتوحة، عادة يسوونها يعني تستمر على سنة سنتين 3 سنوات عشان يوصل الإليت، وكل سنتين طبعا يبدا يقل سباق، ولكن بس نحن ما سويناها خلال شهرين، وهذا الانجاز اللي يحسب للجانب الاداري والفني اللي جميع تفاجئ فيه. حتى الاتحاد الدولي لما شاف فجاه لستة الفرسان الامارات في الرانكينج فجاه طلعوا تقريبا 10 فرسان من الاوائل، وهذا كان انجاز جميل. فبالتالي الشيخ حمدان كان عنده، الله يحفظه، كان عنده عدد سباقات 9، كان ناقصنا واحد، وتاهيله كان من خلال استونيا، والفرسان الباقيين ايضا تاهيلهم كملوا 10 سباقات خلال فتره الصيف، وهذا انجاز يحسب. إليت فارس إليت، بس النخبه نوضحها للمشاركين. الإليت يعني النخبه. النخبه شو 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 البنفت اللي يفيده؟ يساعده انه يقدر يركب اي حصان، يركب اي حصان متاهل، بس ما بشرط يكون هو راكب الحصان متاهل عليه. اوكي، فهذه بنفت انك تعطيك انه لو خيلك صار له شيء عندك المفاضله بينه وبين خيل ثاني. طبعا هالخيل اللي يتابعونه يقولون المعلومات نعرفها، في ناس يتابعون نوصل للناس. هذا عندك اكونت معلش معلش سامحونا، يعني نحن نبغى نوصل حق كل حد، ونبغى كل حد يشوفنا. هذا الهدف والتارجت في برنامج جاك الخيل، ان نصل الى كل بيت وكل المتابعين، لان بعد شوي بتجيبون فقرات مو مرتبطه كثير بالخيل، لكن مرتبطه بالحياه الاجتماعيه العامه اللي راح يكون فيها ويقدمها بشكل مميز سالم بن حضير بعد شوي في الاستديو. انا اشكركم، لكن قبل ما اودعكم يواع، انتم صح؟ سارين تغدون، انت بتكمل طبعا؟ انا بكمل، احنا ما علي بناكل عنك هناك. لا ما تاكل عني، خلونا غداء. قلت لي في شيء حصري يا احمد، يعني المسافات السباق. ايوه طبعا السباق مش 160. كيف مش 160؟ فاجئها يا فاجئها. 161 161 اوكي 161 طبعا هاي لسبب الظروف الطبيعيه اللي موجوده، فبالتالي ما فيها مشكله. طبعا المحور الاول بيكون اللون البرتقالي لمسافة 39.9، اللوب الأول. اللوب الثاني اللوب الأصفر لمسافة 31.1 كيلومتر. اللوب الثالث الأزرق لمسافة 40.1. واللوب الرابع الأحمر لمسافة 28.2. واللوب الخامس اللي هو الأبيض 21.7. يعني 39 31 40
بعدين 28 بعدين 21 نتيجة الظروف الطبيعية اللي تكلمنا عنها قبل الاختيار قبل ما يعطونهم يركزون هالمواضيع. اسمح لي بس في شيء ثاني قول. طبعا مثل ما هو متعارف ان ثمن عمر الخيل يكون 8 سنوات فما فوق، والفحص البيطري بيكون الساعة 3، وايضا دقات القلب 64. ممكن الهولدينج تايم طبعا 40 دقيقة و 50 دقيقة، انا حسب الظروف هذه حسب الجو بيتغير الهولدينج تايم بيصير اكثر. الفحص البيطري الساعة كم قلت لي؟ الفحص البيطري الساعة 3. كم مدة؟ ساعة ونص. يعتمد حسب توزيع اول شيء الخيول كيف بيتوزعون، بيستمر صح بري رايد. نعم. نعم هذا يوم 11 والستارت صحيح. حسب تو بي كونفيرم طبعا الساعة 6 لغايه 6:30 عفوا لغايه الحين، وبيتم اذا كان في تغيير حسب الظروف الجويه، ولكن لغايه الحين هو الساعة 6:30 والوزن 75 مع السرج 75 والسرعه لغايه الحين المعتمده 14 كيلومتر في الساعه. هاي طبعا فاكت شيت اللي قدرنا نحصل عليها. عارف الافتتاح الرسمي ما تعرف؟ انا عارف المعلومه. الافتتاح الرسمي بعطيك معلومات كامله بالتفصيل بس ما احب احرق البرنامج. زين باكر نتكلم عن تفاصيل اللوبات إن شاء الله. والمراحل إن شاء الله. والمسافات إن شاء الله. الحلقه او الجزء الاول من الحلقه مر ما شاء الله بشكل سريع. انا استمتعت ان شاء الله متابعين والمشاهدين استمتعوا، وانا استفدت اشياء جديده اليوم بعد وتعلمت اشياء جديده ما كنت اعرفها قبل في هذا المجال، واعذرونا اذا كانت معلوماتنا شويه سطحيه في هذه الرياضه، وكل يوم نتعلم فيها شيء جديد. سلطان المرزوقي واحمد الحمادي اقول لكم بالعافيه الغداء. بالعافيه. اول اللي عمرك بتروحون عند السياس بنعقل بنعلق السمك هناك. سلمان شو بتعلقها؟ سمك. انا ما ابغى مالح، انا ابغى سمك طابقه. سمك فريش. ماشي غير التونه اللي كل يوم تاكلها بالحضير. اي والله ماشي غير تونه ناكل شو نسوي؟ الله المستعان. اشكرك سلطان، اشكرك احمد. شكرا لك. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والذي لا يقل اهميه عن الجزء الاول من برنامج أهل الخيل، بيكون بعد الفاصل، وراح يشرفنا زميلي ورفيق الدرب الدائم سالم بن سعيد بن حضير بعد الفاصل. ابقوا معنا، هناك مفاجآت بالجملة. هلا والله. يلا فقرة جديدة في برنامج أهل الخيل سميناها فقرة شو شو. أنا الحين بضبطك الثياب، بلبسك أشياء مال خيل. يب تركب خيلك؟ ايه. فلش بوي هاي اللي يركبون الخيل الغالي. ايه مو بالخيل اسمها كاو بوي. كاي بوي رعيان البقر. هاي شو هاي؟ زين هاي مش عيدها. هذه الغالية صرودة ما بطاقية. We want all dress for cowboys. أبو سعيد يقول لك كان يمشي فرس. كان يكوس فرس. فرس. سمول. نو باك. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية في برنامج أهل الخيل، وفي الساعة الثانية كما ذكرت التي لا تقل أهمية عن هذه الساعة، ولكن هذه الساعة شوي فيها روح العفوية أكثر
والسوالف شوي. خلصنا من الأمور الفنية وأطلعناكم على كامل التفاصيل في اليوم الأول للقرية وتجهيزاتها وفرسان الإمارات واللقاءات اللي قدمناها. والآن ينضم إلينا مباشرة من أمريكا، من المرموم إلى أمريكا، صدق أو لا تصدق، الزميل والأخ الكبير العزيز الغالي سالم بن سعيد بن حضيرم. حيو، أمسي عليك يا أبو سلطان ونمسي على متابعينا عبر قناة دبي ريسنج برنامج أهل الخيل. نحن وصلنا أمريكا، الله يطول عمر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم. وصلنا وكل شيء مجهز، بس هني الميدان ما بجاهز، ولا نحن جاهزين، الطيران والسكن والعيشة كل شيء الحمد لله بفضل الله وفضل شيوخنا، الأمور كلها طيبة. بس هنا هني الغالي الدنيا كلها تشتغل عفسة في عفسة، لليوم ما خلصوا. أقول لك والغيمة السوداء أشوفها جاية، والغيمة السوداء جاية، الله يعين إن شاء الله يخلص بس في وقت الركب. طبعا أنا وبسعيد بنكون معاكم كل يوم بفقرات ومفاجآت، يمكن شفتوا جزء منها في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بتشوفونها بتفاصيل إن شاء الله في حلقة اليوم وفي حلقات باكر وحلقات قادمة. شو اسم فقرتنا نحن بسعيد؟ هلا أمريكا. لا، هلا أمريكا بالعربي. Good morning أمريكا. Good morning أمريكا. بس عادة نحن شوية مشان الجمهور قلنا هلا أمريكا ولا الفقرة اسمها. بس كاشخ بسعيد صامت. بس ما ساعدتني الغالي في اختيار اللبس اليوم، ما ساعدتك بعد اللي بيك، وما أنا ادري انت حفزان ما ادري شو اول حلقه بس. نعم. قلت انا بجربك اول شيء. نعم. امريكان ستايل ريلي يو هاف امريكا. بس الحكم احمد الحمادي غلبنا في اللبس. لا غلبنا اليوم. نعم. شفتها باقي لنا هاي بس مالت الخيل، هاي الكاوبوي. مال كاوبوي بسعيد. قبل ما نصير الفقرات والشباب كلهم ينتظرون الفقرات اللي بنعرضها اليوم، شو اشوف الخيمة بتطير؟ الخيمة شوفوا والله جماعة الخيمة تشلت. صدق بتطير، هذه الربع قاعدين يثبتونها. نعم. الله يستر. الله يعين. يا العاصفة. زين خلنا أبوي نطلع التقارير. نعم. ها؟ زين. لكن قلت بسألك عن أول شيء انطباعك، يعني أنت أول مرة تحضر بطولة. نعم. قدرة وبطولة عالم، يعني أنت بعد ما يتي على طول بطولة عالم. والله شو رأيك في الأجواء؟ والله أنا ما قلت بهذا الحجم. يعني نحن يوم جينا هني استغربنا. يعني القرية كبيرة، لو تميت تسأل سؤالات التراك شقايل دخل علينا شيء جديد. الحين جايين هني نتعلم، ويقول لك ما بغلط الواحد تعلم المهد لين اللحد. صح. نعم، نحن مجالنا مجال هجن. صحيح. بس دخلنا في هذا العالم، عالم الخيل، نبى نكتشف شيء جديد. ايه. نستفيد ونفيد المشاهد بعد. نعم، اكتشفنا الغالي عندك هذا بلنتي فاول التراك، ها كلنا ما شو اسمه تراك، وش يسمونه تراك. صح. كنا ما نعرف الغالي. صح. بس في هالايام تعلمنا وايد، وان شاء الله بعدنا بنتعلم. ممتاز. نعم. كيمرتك عند حلحولي اعتقد، كيمرتك عند حلحولي شوفه. ايه اشوفه. زين، اباك انت تقدم فقره السوق. نعم. شو اسم بتقول لهم شو اسم السوق وبتقدم الفقره؟ تفضل بسعيد، عندك التقديم. نحن اول زياره هنا هني في امريكا، هني مول اوتلات. اوتلت. اوتلت. انا اسميه اوتلات وهو اسمه اوتلت. اوت لتش. لا ما بلتش، لت. يلا بتشوفون ان شاء الله. نحن زرنا هذا السوق، سولفنا انا وهيثم، وان شاء الله انكم تستمتعون ويانا. نروح نشوف. نعم. جديدة في برنامج أهل الخيل سميناها فقرة شو توني محافظ انك يا حافظ انها الغالي. Good morning. Good morning أمريكا. أمريكا. وين المكان اللي نحن فيه؟ نحن في أوتلات. شو أوتلات؟ أوتلت مول. أوتلت مول. مول. يلا. Good. أنا الحين بضبط كثياب بلبسك أشياء
مال خيل. أبركرومبي أند فيتش. فيتش. هذيل الاثنين واحد اسمه أبركرومبي والثاني اسمه فيتش. فيتش. إيه سووا شو محل كومباني. كومباني أرباعة جمعة. سووا أرباعة. كومباني. وسووا هذا المنتج الفنان أسعاره طيبة. في متناول الجميع والخام عنده طيب يعني الرقعة ماله أو المال الفانيلة الله يعزك الفانيلة والشورت الشورت والبنطلون هذه يبالك واحد منها زين بس أي لون تبغى أسود شو رأيك This is okay. Yeah. Yeah. أعطاني كل ما تقول له this. This is this. يعني okay. He wants to say this is okay. He said did this. You know. May you want funny. You want a shirt similar to this? Yeah. Where? No, no, he wanted a polo t-shirt. I think for his age, I think it's polo. It's better. Oh, polo. Okay. Have not different style. Okay. انت لا تسولف يا احمد. انت انا ما اسولف يا القاضي. خلينا نتعلم لازم لت شويه كذي بتي الامور. يلا. ما لتيت ما ظهرت شيء قال. لازم تتصرف. لا تحك راسك. نو بروبرما. Speak Arabic, speak English, شوي شوي. All slowly, slowly. Sorry. Okay, no problem. Okay. أمورك طيبة يا وصلت. Okay, we are done. هذا عماد يقول لازم بسعيد يلبس شو مال كوبوي. مال كوبوي تبع مسدسات ثانيين. ضبطني الغالي ما يحتاج بس ما تهز شو سويت ما شيء يا جماعة شو عشان شوف هاي تعرف ليش شيء يوم تهدى تمشي لي حلو يوم تركب خيلك عم فنش كوبوي شو هذا يقول لك انت شو قلت لي معناه كوبوي هاي اللي يركبون الخيل الغالي ما بالخيل اسمها كاو بوي كاي بوي رعيان البقر اي بس يركبون بس صح. الخيل اصلها من عندنا من عند العرب الغالي الخيل صح صح هاي شو هاي زين هاي بسعيد هذه الغالي صروده ما بقى طاقيه مال الصين هذه الغالي زين هالكابوي يبغاله مسدسات. ايه. تعال. يبغاله مسدسات. Excuse me. Can you help me please? هذا شكله كابوي. You are cowboy. We want all dress for cowboy. سعيد يقول لك can you choose فرس؟ Can you choose فرس؟ فرس. سعيد. تعرف هذا منو؟ منو الغالي؟ اوه هذا الرئيس الغالي ها؟ ياه شو اسمه؟ ها؟ شو اسمه؟ ترامب ها؟ ترامب تراب يعني رمل ها؟ هذا ترامب ترامب ايوه ترامب. لا تقول تراب هنا انت اخونك هذا لبس الكابوي بعد ابو سعيد لازم تلبسه هذا هذا وين بنلبسه الغالي خلاف يا في البلد خلاف صغير صغير سمول نو باك شو قال؟ تورموند قال
شو؟ ما دلع بس شو قال؟ يعني قال لك زين يبيب لك مسدس يقول. لا لا ما قال. ولا بيجيب مسدس. أعرف أنا قلت له هات مسدس. هو قال it's work on. خلصنا تبضعنا اليوم وبرد له أظني هالأوتلت فنان بسيط. برد له الغالي أخذنا مال كوبوي الحين نبى مزرعة بقرة وخيول. أوكي. ها؟ مشان نركب الغالي نحطه مسدسات. إيه. بتشوف الركوب الغالي. أب داون أب داون. أب تعليم المرزوق. بس الحين تعرف شو يبانا؟ يبانا جمعية. جمعية. جمعية وبناخذ بيني بينك جدير. إيه. والكهرباء هذا. هذا نروح يسد عمره. نحط له العيش نحط له التوغيب. عيش أنت من حمار ومن عليه 12. لا لا زين زين يلا بندور. هذا ستيم هي نفسه ها أظني نفسه ها ستيم شو الستيم زي ستيم ال لحظة شو الستيم ستيم النوعية مالته ستيم يعني شو يعني شو معنات كلمة ستيم ستيم شيء حديد وشيء ستيم ستيل هذا غير ستيم يعني ستيم المفور المفيوح يلا هذاك ستان ستيل خبرها ولا تخبرها؟ خبر انت يا رب. This is rice. This is a rice cook. Right? It steams and cooks. Cooked everything. هي هذا question تسألها بعد يعني حاول تستفسر عن الاوبشن مالها اكثر. This is good. Rose. Only tuna. I have this. Have this. Huh? Yeah, I will buy this one, but the problem is Abbas. I steam a lot of rice. Yeah. And I do vegetables. I've never used this. What time, Rose? داخل. 30 minutes, 40 minutes. How long does it take? Yeah. For the rice, it takes probably about 25 minutes. 5 minutes. Huh? Mm-hmm. Oh, good. Okay. Today we will make machbous. Machbous. What's that? مجبوس. تعرفين مجبوس؟ قل له شو المجبوس؟ This is مجبوس where? This is. This is. This is مجبوس. Oh. عربي مجبوس. Arabic. Like rice with tuna, onion, yeah. garlic, tomato. Tomato. So, together. That sounds good. You gonna bring me some? Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Bring me some. I'm here till 6. تبان انحزم. قال بطرشي. خلصنا أول محل أمبر فيتشن أي أي بس أي أي كياك الغالي ربني الباب يا ريال دفعت أبو سلطان شو دفعت والله صدق تعورت صوروها إلا السلام عليكم هلا أبو سلطان جهزنا الخضرة تعال بعديك المقادير جهزنا الخضرة هي عبارة عن بصل وكزبرة وثوم وزنجبيل وفلفل حار. إذا حطيت فلفل حار هذا. زين ها زين زين. وجهزنا البهارات فلفل أسود فلفل أحمر كركم زنجبيل وملح ملح أبيض طبعا. بس وايد ملح. لا زين. يا زين. بيجي ماله. بنخف. الحين وهذه خلطة العيش ريحان ورق ريحان ومسمار وقرفة هاي التونة ودلنا العيش طال عمرك. حلو. وبصلناه. هني بنسوي لك عيش أبيض روحة وهني عيش شابسة حلو سوينا كذي وسوينا كذي أي والله وياك شو رأيك رقم واحد طالع عطوا شو بعدنا ما سوينا يا رأي خلاص جاهزة لما كده الباعة بس باقي لنا وايد بس باقي لنا يجيب لنا شو اسمه شو يجيب لنا يجيب لنا طال عمرك الله بسمه الزيت شو تبي شو شم الأصلية ولا ها أصلية ولا مو ساعة تونة لا بس تونة لا شو أصلية ما أصلية لا ريحة بس نكهة تفضل عمي اتفضل على التراس
بس عيد شو رايك بالسوق انت هذا؟ والله السوق الغالي سوق زين في كل شيء. ما عليك انت ما عليك هذا اليوم ما احنا ان بغيت ثياب موجوده نعم. بغيت قدور موجوده نعم. كل شيء موجود فيه. شو اسمه السوق؟ اوتلت. انا اللي عجبني ابو سعيد واحييك امام المشاهدين والله والناس اللي يمكن تتوقع ان نحن يوم نتكلم انجليزي مع ابو سعيد نبغي نضحك، مش بس القصد من هذا، ابو سعيد تطورت لغة الانجليزيه من اول مقطع فيديو انتشر لو تذكرونه من زمان وايد تطور، وانا احييك على هالشيء. ترى الواحد والله يتعلم برافو يتعلم. لا قمت تقول 30 مينتس و 40 مينتس هاي انت اول ما تيفاي. لا الغالي فيك اكثر بعد، كل ما اخذنا بنتعلم. حلوه امريكا ابو سعيد؟ والله امريكا ما فيها كلام. ناسها طيبين ناسها طيبين الغالي وكلها تسلم جود مورنينج وهذاك سيرم وابتسامة عندهم ايه؟ نعم مرت كلها مبتسمة صحيح نعم من صغيرهم لين عود صحيح سواء الشباب نعم. أو الجنس الناعم نعم المرة أي واحد يسلم عليك من لقاك هو خاطب مرة هاي واي مطرجين صح نعم وابتسامة ما بقى هذاك وفي الشارع يوم السوق بعد ما بقى بيب بيب يصيح لك ما شي بيب لا 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 وكانك تمشي وقف عنك الغالي الأمور طيبة هاي بيب بيب وين يبتبعها يا يصيحون حرن الغالي يعني بيب بيب يمكن طيط طيط إنزين طيط طيط لا ما يجوز نعم نعم زين باكر شو عندنا في Good Morning America باكر عندنا زيارة وين باكر زيارة القصر هذا أشكرك قصر 1880 برافو عليك نعم. عمره 1880 في أحد عصور الولايات المتحدة الأمريكية الذهبية نعم صح نعم قصر بالتيمور عاش ملك الغالي نعم عاش ملك والله قصر بس انا اللي ثار انتباهي القصر عود والدنيا عود يوم بطنه خربت النوم صغيره صغيره الغالي زين نروح نشوف المقتطفات سريعه من تقرير باكر عشان نشوقكم اكثر ونرجع نكمل بنزور مكان اسمه قصر بالتيمور بلس السلام عليكم وين داش ميلس 600 دولار فور اول من ميامي من ميامي اوه شو يعني بعيد بعيد very nice this was all yeah And the Vanderbilt's got a famous architect. Oh. ده أنا بخيل ريضة يعني no problem خيل slowly. نحن مع مغامرة مع هذا الفارس المغوار الجبار. حياكم الله مشاهدينا الكرام انا فاتح اللايف في الانستغرام عشان بس نكون ابديت مع المتابعين في وقت العاصفه يوميتنا. حلقه اولى عدت ويوم اول خلص لكن ان شاء الله ان المتابعين استمتعوا معنا. ان شاء الله احنا جايين هني مشان المتابعين يستمتعون. وهذا مركاض الخيل مركاض الغدره يعني كاس عالم. وكل دولة تتمنى أنها تنتزع هذا الكاس يا رب نعم وأبشركم يا أهل الخيل نعم. بعيد عن الفقرات الثانية بن حضيرم أمس التقى مع الفارس الفرنسي جون فيليب ويعتبر أحد من الفرسان الأقوياء نعم. في هذه البطولة تلاقينا وياه وبحثت أنا تحسبه مدرب الغالي شفت شعر الأبيض ايه كبير شوي تقول لي شو هيك قلت لك يا أنا بخبرك أن الرجال مدرب ما بفارس ترى مدرب وفارس وبعد مرشح قالوا مرشح قوي مرشح قوي لكن باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله مثل ما وعدت المتابعين ان ابو سعيد بيسوي يوله مع عبد الرحمن امين ان شاء الله عبد الرحمن بعد بيول نعم. ما دام سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتومي يقود نعم. منتخب الامارات ما عليكم خوف ان شاء الله الكاس من امريكا الى دوله الامارات الى دانه الدنيا دبي خلاص يوم يسوي هاي العوق يعني قفل خلصنا؟ خلصنا سين تغدى؟ الحين نبغى ما رقدنا من البارحة نبغى غدا بغدينا الحمادي أزرق بإذن بغديك باكر بإذن الله تعالى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت تراين الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات على دبي ريسنج البرنامج راح يعاد في قنوات دبي الرياضية وكذلك سما دبي وفي دبي ريسنج على فترات
مختلفة وفترات متنوعة يا عبدو يا أبو فهد صح؟ أبو فهد روح أبو فهد حيث عمره ما يسمعني عبد الرحمن بعيد بعيد على هو نحن شدفاغه تذكرة تراكب أوكي فاللي عادت بتكون شغالة وفي رابط على اليوتيوب بيكون موجود بعد شوي اللي يتابعني في الانستغرام في السناب بحط له رابط برنامج أهل الخير في أول الحلقات شكرا لكم اسمحونا على أي تقصير كان في الحلقة الحلقة الأولى إن شاء الله باكر تكون حلقة أفضل من اليوم وكل يوم عن يوم نكون أفضل بإذن الله تعالى مسي عليكم مرة ثانية بالخير ونقول لكم تصبحون على خير يا أهل الإمارات وكل من يتابعنا في الوطن العربي الكبير شكرا أبو سعيد العفو والشكر موصول للمخرج البرنامج محمد الكتبي ولرئيس تحرير البرنامج عماد عثمان وكل العاملين في برنامج أهل الخير نشوفكم باكر مع السلامة أوكي تمنا